وآخر محطات النشرة تقودنا إلى وجدة والمباراة الوطنية لتبريز الطيور المغردة صنف الحصون وهجينه. هذه التظاهرات تروم الحفاظ على هذا النوع النادر من الطيور المغردة والمهددة بالانقراض وكذا التعريف بطرق تربيتها. روبرتاج سعيد غنام ورشيد العتابي. هي مباراة وطنية لتبريز الطيور المغردة من صنف الحسون، مباراة تروم التحسيس بأهمية الحفاظ وحماية هذا النوع النادر من الطيور المغردة والمهددة بالانقراض. وهذه المسابقة هذه ما هي إلا امتداد للمسابقات التي تجرى في جل ربوع المملكة، إذ هي تعتبر واحد الركيزة من الركائز التي تحافظ على الثروة الحيوانية ديال الطائر الحسون والهجين ديالو. طائر الحسون من الطيور التي تنفرد بتغريدات متميزة، ويوصف طائر الحسون بملك التغريد. هذا الطائر يمتاز بتغريدات ونوتات موسيقية جميلة جدا، لا يمتاز بها أي طائر آخر بري في الطبيعة. السون هو الملك ديال 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 التغريد وتابعوا الهجين، وهذا الشيء ما كانش محسن منه. تظاهرة تهدف للتعريف بالطرق العلمية لتربية طائر الحسون وتشجيع هواة تربية هذا النوع على اقتناء السلالات الجيدة من أجل التكاثر وحماية طائر الحسون ليمتعنا بمثل هذه التغريدات الجميلة. ختاما تذكر بأبرز محطات الخبر لنشرة